السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله وبما أنه وقت ديال التفاح غادي نحضروا نوع آخر من كيك ديال التفاح اللي كتجي معلكة بزاف صحية وغنية. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للكيك فغادي نحتاج جوج حبات ديال البيض تكون بحارة المطبخ متوسطة أو كبيرة على حسب اللي عندكم، مع كأس ديال ياغورت أو الزبادي بنكهة الفانيلا كنخويل وكنعبر به الزيت والسكر، تقريبا كأس إلا ربع ديال الزيت واحد 150 ملل، وبالنسبة للسكر فتقريبا 120 غرام، وبالنسبة للياغورت فهذا كيعبر 110 غرام بالنسبة للأخوات اللي خارج المغرب. قليل من الملح، ملعقتين من الخل، جوج أكياس ديال الخميرة الكيماوية بيكنج باودر، كيس من الفانيلا 7.5 غرام. بالنسبة للدقيق ممكن انكم تستعملوا عادي الدقيق الابيض، انا جبت الدقيق الكامل، دقيق القمح الكامل من خالته وصفيته من خالة، وغادي نستعمله من الاحسن باش نقصوا شوية من استهلاك ديال الدقيق الابيض. وبالنسبة للحشو اولا باش غادي نزين الكيك ديالي، فحنا غادي نستعمل جوج حبات ديال تفاح متوسطة ديال الحجم او وحدة تكون كبيرة، مع الفواكه الجافة اختيارية اي حاجة عندكم توفرة، لوز افيلي مع القليل من القرقاع، ممكن تستعملوا اللوز اعتذر الزبيب، وممكن تستعملوا غير الكوك مع كيس من الفانيلا، ملعقة كبيرة ديال الحامض باش ما يكحل لناش التفاح، وملعقة من النشا اي دقيق النشا. طريقة سهلة جدا، كيف كنديرو اي كيك عادي، نستعملو الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي على حسب المتوفر عندكم، انا دائما كنفضل الطراب الكهربائي كطلع الكيك احسن. كنديرو البيض ديالنا، القبصة ديال الملح، والكيس ديال الفانيلا، ثم الكأس الا ربع ديال السكر او كيف قلت لكم نعبرو بالكأس ديال الياغورت. بالنسبة للكهة ديال الياغورت ممكن ديرو اللي بغيتو، انا استعملت الفانيلا، ونطلعوا الكل بالطراب الكهربائي حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي ابيض ويعني كيتضاعف الحجم ديالو. الطريقه الى استعملنا الخلاط الكهربائي، يعني في الاول السكر والبيض والملح والفانيلا حتى كنطحنوهم بشكل جيد، عاد نضيفو بالمراحل كيف غادي ندير دابا، يعني ما كاينش اختلاف نهائيا. غنستمر حتى طلع ليا الخليط بهذا الشكل هذا، ثم كنضيف الزيت شويه بشويه ونستمر في الخفق حتى نشوفو متمتزج مع بعضو، عاد نضيف الياغورت. اللي ما بغاتش دير ياغورت او ما توفرش عندها ممكن اننا نديرو بنفس القياس، يعني تقريبا كاس الا ربع ديال الكاس الكبير ديال العنبه، الا ما عندكمش عندكم كاس الشاي العادي المغربي ديرو كاس كامل ديال الحليب يكون دافي واحد شويه او بحراره المطبخ، من الاحسن ما يكونش من الثلاجه مباشره. صافي مي كنمزجو مع بعض. دابا غادي نجيبو الدقيق، كيف قلت لكم انا استعملت الدقيق الكامل، غربلتو من خالتو ودرتو، غادي نزيد معاه الخميره ونغربل الكل وما نضيفوش الكميه كامله، انا عبرت هنا تقريبا جوج ديال الكؤوس، نخلطو غير شويه بشويه نحصلوا على هذا واحد الخليط اللي هو متوسط ما خفيفش بزاف وما يكونش عاود ثقيل اكثر من القياس. اذا استعملتوا الخلاط الكهربائي حتى ديروه في الاناء، عاد خلطوا غير بالخلاط اليدوي، من الاحسن ما نطحنوش الدقيق مع الخميره باش المفعول ديالها ما كيبقى، لان لا طحنا الخماره كيتوقف تقريبا المفعول ديالها، ماشي 100% وانما ما كيبقاش يخدم كيف خاصو يكون. صافي مي كنخلط بشكل جيد، في الاخير عاد نضيف جوج ملاعق ديال الخل، انا استعملت الابيض، الا ما توفرش ديروا الخل العادي. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني واش ممكن يستعملوا الخل التفاح، فما عمري جربته، يعني ما من الاحسن ديروا الخل العادي. وبالنسبه للدور ديالو، لان هذا السؤال كيتطرح بزاف، فهو كيساعد الخميره انها تطلع، كيهشش يعني كيخفف الكيك، وفي نفس الوقت كيحيد الزفوره ديال البيض. غادي ندهن المول، انا استعملت المول الصغير حيت كاين ثلاثه ديال الاشكال في هذا اللي كيتحل من جناب، ممكن تستعملوا اي مول عندكم دائري او مربع على حسب الرغبه ديالكم.
ندهنوه بشكل جيد من جميع الجوانب، ثم نرشوه بالدقيق عادي، نرشوه غير بالدقيق الأبيض من كل الجوانب. الفران في هذه الأثناء كيسخن، إن من الأحسن هذا الكيك ندخلوه في الفران مسخن من قبل حتى كيسخن، عاد كنقصو منه وندخلو ليه الكيك ديالنا بعد ما طبعا كنكونو زيدناه. غادي نهز يدي للفوق كيف كنقول لكم دائما باش نخليو الهواء يدخل الكيكه وتجي اخف ومنفوخه اكثر. هاد الكيك ما خصوش يجينا طالع بزاف، خصو يجي شويه، داكشي علاش كنستعملو لوج بيضات فقط. صافي، ونوجدو الحشوه ديالنا اللي غادي نديرو من الفوق للتزيين. طبعا عادي كنقيو التفاح ديالنا من القشره، ومن بعد كنحكوه من الجهه الغليظه ديال الحكاكه ديالنا. دابا هاد التفاح ما كنديروش قطاع كي موالفين، كنديرو في الكيك كنحكوه من الاحسن، كيجي الشكل ديالو يعني بشكل جديد ومغير على اللي موالفين. غادي نحكهم الجهه كيف قلت لكم الغليظه بجوجهم، اللي عندكم تفاح كبير بزاف ديروا واحده فقط، هادو متوسطين في الحجم. غنستمر نحك التفاحات بجوج، ثم نضيف لهم ملعقه ديال الحامض، الدور ديالها انها كتمنع الاكسده اي ما كيحليناش التفاح، ونضيف الكيس من الفانيلا باش كيعطي المذاق. بالنسبه للسكر فانا نسيت الذكر ديالو مع المقادير من بعد، وغادي نضيف ضروري نضيفوه باش كيعطينا لون احسن للكيك من الفوق، وحتى ما يجيناش باسل في الطعم ديالو. غنضيف ملعقه ديال النشا، ملعقه تكون كبيره، هاد النشا كيعاون ان التفاح كيذوب لينا الى دخل في وسط الكيك، كيجي دايب وكيجي كريمي ما كيبقاش واقف. ثم كنضيفوا له الفواكه الجافه، قلت لكم على حساب المتوفر عندكم، انا دائما كنحتفظ بكميات قليله للتزيين اي شيء ودرتها، من الاحسن ونقطع يعني الكركاع ما نديروش صحيح، نحاولوا نفرتوه القطع صغيره ونضيفوها. طبعا حسب المتوفر ممكن ديروا غير الكوك او جوز الهند فقط او زبيب او اللي بغيتو يعني متوفر عندكم. غادي نستمر كنقطعو، ومن بعد نضيف جوج ملاعق كبيره من السكر او ثلاثه على حسب الذوق، ونخلط الكل ونوضعو مباشره فوق الكيك اللي نوزعوه بشكل متساوي. وكيف قلت لكم نكونوا مشعلين الفران قليل كيسخن، لان الا شعلناه من الاول نقدروا نتعطلوا شويه في التحضير ديال الحشو. صافي، وغادي نوزعوه بشكل متساوي فوق الكيك بهذه الطريقه، ومن الاحسن نستعملوا يدينا باش كنحاولوا نوزعوه بشكل احسن. بالنسبه لهاد الليمون فهما فيهم اشكال متعدده، يعني كاين اللي رقيق دغيا كيخطف الكيك، وكاين اللي الجوده ديالو مزيانه. بغيت كيسولوني هاد السؤال، هذوك الخفيف طبعا تيكون خايب ودغيا كيخطف الكيك وكتبقى من الداخل ما طيباش وهي محمره على برا. اذا من تجيو تشريو اختاروا اللي يكون ثقيل في الوزن ديالو، ماشي ثقيل هذيك القزده اللي كتكون لتحت في الجوانب، يعني حيدوها وشدوها هكايا وتحسوا به انه ثقيل. ومن الاحسن ديروا واحد المقله اللي هي ثقيله بهذا الشكل هذا، وتبعدوه ما امكن على العافيه، وتخليوها طيب على خاطرها يعني على حساب الفران ديالكم 30 دقيقه حتى 40 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما طابت بردات وزينتها بخطوط من صلصه الشوكولا. كيبقى طبعا الزين كيف كنقول لكم دائما اختياري، كتجي لذيذه جدا معلكه وغنيه بالفواكه الجافه. وطبعا كيف قلت لكم استعملوه من الاحسن اللي عندكم الدقيق الكامل، نغربلوه ونستعملوه كيكون احسن من الدقيق الابيض. وهذا هو شكلها من الداخل كيفاش كتجي، كتجي من التحت خفيفه طبعا، ومن الفوق طبقه تقريبا نصف ديال الكيك تيجي طبقه كريميه معلكه ولذيذه. ما تنساوش طبعا الى عجبكم الفيديو انكم تجربوا الوصفه، تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وتشجعوني بالتعليقات واللايكات، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.